فريدة لشباب مصر الواعد من مختلف المحافظات، تتلاقى، تتفاعل، تتناغم معا في أحضان النيل والبحر والتراث والحضارة لتصنع ثقافة وفنون مصر المستقبل. يعمل على دعمها وإثرائها مشروع طموح ينفذ لأول مرة في مصر، مشروع دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر. مشروعات تنموية عديدة يدعمها الاتحاد الأوروبي حول العالم في مجالات الصحة وحماية البيئة والتعليم والثقافة، وفي تعاون بناء مع مكتبة الإسكندرية التي تعد من أكبر الصروح الثقافية في العالم، نفذ هذا المشروع على مدار عامين. We are here today for a very historic moment to not only welcome our friends from the European Union here in Bitisinari, but also to formalize an agreement which is going to help us in the Library of Alexandria and help Egypt generally to enhance and launch many creative activities dealing with cultural diversity. And today we are turning a page to really move from discussion, paperwork, towards execution and implementation. For in the end, all that is past is prologue, and we are just laying the foundations to start activities that will benefit the people of Egypt. And since we talk about culture and creativity, will benefit coming generations as well. Our cooperation with Egypt covers many, many, many fields and many, many places, up and down the country, north to south and east to west. But one part of it that we treasure is the relationship we have on cultural development, because this is not just about something for elites or something for the privileged. It's much more than that. We believe that it is a dynamic sector that can boost human development, promote social cohesion, and above all, put meaning into that old phrase, mutual understanding. قدم الاتحاد الأوروبي الدعم من خلال منحة قدرها مليون يورو لمكتبة الإسكندرية التي قامت بتسخير إمكانياتها لخدمة المشروع وتفعيل كافة محاوره من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي أقيمت في محافظات مصر المختلفة. تراث مصر الثقافي النادر المتنوع، ومواردها البشرية الغزيرة، وفنونها المتفردة، كانت من أبرز عناصر المشروع التي تم العمل عليها من خلال مجموعة من الفعاليات المتميزة التي ساهمت في تسليط الضوء على القطاع الثقافي في مصر عبر ثلاثة محاور رئيسية تمثل أهداف المشروع. محور دعم الشباب والمواهب الجديدة. قطاعات مختلفة من الشباب باختلاف البيئة والموروث الثقافي والعادات والتقاليد كانت محور اهتمام هذا المشروع من خلال إتاحة أشكال المعرفة والتعبير الفني والثقافي والإبداعي لهم وتطوير مفهومهم الثقافي وسط جو من التفاعل الذي يشجع على الإبداع. لذا اختارت مكتبة الإسكندرية موقعين يجمعهما التراث الأثري التاريخي العريق، هما بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة
ومنطقة كوم الدكة بالإسكندرية ليصبح من المنافذ الثقافية الهامة. بيت السناري أحد المنارات الثقافية لمكتبة الإسكندرية، مبنى من طراز أثري له قيمته التاريخية الكبيرة. قدم فيه الشباب خلال فترة المشروع أشكالاً مختلفة للتعبير والإبداع الفني من خلال المسابقات الفنية وورش العمل المتنوعة. منها الكتابة الإبداعية. الورشة بتضم أكثر من 30 يعني كاتب من محافظات مصر كلها، وهي ورشة الهدف الأساسي منها تدريب الكتاب يعني المبتدئين أو الكتاب حتى اللي نشروا بعض الكتب في التعريف بما هي الكتابة الإبداعية، من كتابة قصة قصيرة والرواية. صناعة الأفلام. احنا المفروض عاملين الورشة هنا في بيت السيناري عشان نعلم الناس ازاي تصنع فيلم. احنا عندنا دايما في مصر بنعتمد على الانتاج الضخم، احنا قررنا نعلمهم ازاي هو لوحده يبقى وان مان كرو. استفدت في اول يوم ازاي افكر في طريقه صنع الفيلم الوثائقي، فقررنا نعلمهم ازاي يتعلموا، يعني ازاي يقدر يجيب توتوريالز يتفرج عليه، ازاي يقدر يتفرج على فيلم يتعلم منه. الفنون البصريه. هي الورشة في مجال تخصصي أنا اللي هو مجال الجرافيك، لقينا أنها ممكن فرصة لطيفة في خلال 3 أيام إن إحنا نفيد المجموعة اللي متقدمة إن هم يعملوا حفر طباعة بداية تخصص الجرافيك الأساسي، يعني يطلعوا بعض الأعمال الفنية اللطيفة بشكل سريع ومختصر متأثر بالثقافة الأفريقية من الأقنعة الأفريقية القديمة. والتصوير الفوتوغرافي. كما كانت المسابقات نصف السنوية فرصة لإظهار إبداعات الشباب وتشجيع مواهبهم. الموقع الثاني الذي اختارته مكتبة الإسكندرية في محور دعم وتنمية مواهب الشباب كان منطقة كوم الدكة. ذلك الحي الفقير الذي يقع في قلب مدينة الإسكندرية، لكنه يحوي بين جنباته قيمة فنية وثقافية هامة، فهو الحي الذي عاش فيه فنان الشعب خالد الذكر رائد الموسيقى المعاصرة سيد درويش. كان من أبرز أهداف المشروع دراسة وتخطيط المنطقة ليتم استخدامها في إقامة أنشطة ثقافية وفنية وتحويلها إلى مزار ثقافي وسياحي. اللي بيدخل جوم الدكة غالباً هيتوه، لأن هي مجموعة من الشوارع المتعرجة اللي كلها نهايات مسدودة فيها سلالم ومنحدرات ومرتفعات، بتدخلها بتعيش تجربة تانية خالص غير أنت شايفها مدينة اسكندرية كلها. وده الحاجات الإيجابية القوية جداً اللي خلتنا نفكر إن إحنا نعمل مشروع نحيي بيه المنطقة دي ونحيي بيه الذكرى بتاعتها. الطراز المعماري السائد في منطقة كوم الدكة في الوقت الحالي لغاية قريب هو الطراز اللي بيطلق عليه عالمياً بطراز الأوتومان أركيتكتشر ستايل، اللي إحنا بنطلق عليه هنا في اسكندرية بطراز التركي. وتبدأ الخطوات لجعل هذا المكان نموذجاً يمكن تكراره في مناطق أخرى من مصر. فريق من الشباب يتعرف على ملامح المنطقة وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الحياة فيها، وفريق آخر يقوم بإجراء دراسات معمارية وحضارية للمنطقة.
مشاريع كل الأفكار طرحناها أثناء المشروع اهتمام بالسكان المحليين، مدرسة موسيقى ولا حتى مكان صحي أو أوتيل أو معرض في بيت السيد درويش، اللي هو أساساً كان فكرة كوميدي تبنت على السيد درويش اللي هو مهم جداً لأهل اسكندرية. الفن في الفصل الدراسي، ومن الماضي الأصيل إلى المستقبل الواعد. ينتقل المشروع عبر الاهتمام بالنشء في 12 محافظة من أقصى مصر إلى أدناها، حيث عاش مجموعة من طلاب المدارس الإعدادية في فصولهم الدراسية أياماً فنية جميلة تفجرت فيها مواهبهم وإبداعاتهم في مجالات فنية متنوعة: الموسيقى. نعمل إيه الفوكاليز؟ يلا. لا 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 لا. برافو. فا فا سول سول لا لا سي. المسرح. لأن المسرح فيه ثلاث عناصر لازم يكونوا موجودين علشان يبقى مسرح: ممثل، مكان، جمهور. أربعة هنجري، أربعة. ما تخبطوش بعض، ها؟ فكروا في اللي احنا قلناه، صراع، مشكلة، ونحل الموضوع. إزاي بتنقلوا من مكان للتاني؟ افتكروا الأوضاع بتاعة المسرح، محدش يحرق حد. هتاخد اجراء قانوني وهحاول حضرتك للتحقيق. عليكم كده اصحى للكيو، اهم حاجه ركز في اللي انت بتعمله بس ما تفقدش تركيزك. ابدا ضحك بره. لا اصحى. انا اخوكم ولا ايه؟ ليه تسيبوني؟ عملت ايه؟ انا حاسس اني منكم، وانتوا حاسين بيا ايه؟ انا حاسس اني منكم وانتوا حاسين بيا ايه؟ احنا انس ودم واحد، وفي بلدنا السقف واحد، والاله رب واحد، وانا ذنبي عملت ايه؟ انا قلبي فيه محنه، وانتوا تكسوا عليا ليه؟ يا ناس قولوا لي انا فيا ايه ولا ذنبي عملت ايه؟ المكان هو المكان، والزمان نفس الزمان، بس تكسوا عليا ليه يا ناس قولوا لنا في ايه؟ الفن التشكيلي. هو اي حد ممكن هو يعمل فن؟ يعني الفن موجود حوالينا، وكل واحد فينا في حتة فن كده صغيرة او كبيرة، صح؟ كل واحد بيقدر ان هو يعمل حاجة. السينما. الأيام الجاية هنتكلم فيها على صناعة الأفلام، يعني إزاي إحنا ممكن نعمل فيلم، وده بالاشتراك معاكم، يعني مش أنا اللي بعمل الحاجة، أنتوا اللي بتعملوها. إحنا ما عندناش هنا في حد يصلح وحد لا يصلح. مش كلنا بنعرف نمشي، مش كلنا بنعرف ننفس، مش كلنا بنعرف ناكل. ده اللي مطلوب عشان نعمل فيلم. احنا صورنا مجموعة من اللقطات
كل واحده في مكان مختلف وكلهم ركبناهم على بعض وبعد كده جبناهم على البرنامج دبتناهم بالصوت وطلعوا لنا الفيلم. شمال وجنوب، كانت هذه الرحلة الإبداعية لمائة من الشباب المصريين في برنامج يحمل عنوان شمال وجنوب، رؤية جمالية واستكشافية بعيون الشباب المصري. يمثل هذا المشروع الجسر الذي يربط بين التاريخ والآثار والفنون وتطوير مهارات الشباب في مجالات التصوير والكتابة وفن الفيديو وفن الجرافيك. كانت المحطة الأولى في الإسكندرية حيث قضى المشاركون 3 أيام. أتوقع يعني إن هو يبقى فيه ناتج شكله مختلف عن بقية الحاجات اللي بتطلع، وخصوصاً إن أول مرة اتعمل بروجكت بالشكل ده. التعارف وتبادل الخبرات بين فنانين من خلفيات مختلفة ومن بلاد مختلفة أكيد هيفيدني يعني. وفي القاهرة كانت المحطة الثانية للرحلة. حيث قضى المشاركون 4 أيام زاروا خلالها العديد من المعالم التاريخية والأثرية العريقة. وتستمر الرحلة إلى مهد الحضارة المصرية القديمة بروعة الماضي وسحر التاريخ المتجسد في أسوان والأقصر. وفي رحلة نيلية استمرت 8 أيام التقى المشاركون ليتواصلوا ويتفاعلوا وسط آثار مصر القديمة. وتنتهي الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى الإسكندرية وفي منارتها الثقافية ليقدم الشباب ثمار هذه التجربة الثرية التي عاشوها وتأثروا بها فانعكست على إبداعاتهم ورؤاهم الفنية. هو الحقيقة فكرة أنه كان حواليا فنانين كتير، فنانين فنون بصرية مختلفة سواء الفيديو أو التصوير الزيتي أو الجرافيك، فحسيت أنه أنا عايز أتعلم منهم الحقيقة، مش عايز أبقى كافي بس بالكتابة. محور دعم الصناعات الثقافية في مصر. الثقافة هي محور الحضارة وركيزة التنمية، وتتميز مصر بصناعات ثقافية تتسم بالثراء والتنوع، إلا أنها لم تستغل بشكل كاف. لذا كان لابد من العمل على تنشيط هذه الصناعات في مختلف أنحاء مصر والمساهمة في تعزيز قدرات العاملين بها. فكانت المبادرة التي تضمنها هذا المحور والتي اهتمت بدراسة وتحديد وجمع البيانات عن الصناعات الثقافية في مصر عن طريق رسم خريطة للصناعات الثقافية الحالية من خلال البحث الميداني في 15 محافظة تم اختيارها لتمثل 4 بيئات مختلفة جغرافياً وثقافياً: ريفية، حضرية، ساحلية، وصحراوية. لمحات من الصناعات التراثية يفوح منها عبير الأصالة والفن الجميل. وحديث بين العاملين بها والباحثين
من أجل رسم خريطة لهذه الصناعات ووضع دليل مرجعي لتلك الكنوز الأصيلة. أنا نفسي يعني مثلاً في ناس التراث ده بيروح من الناس لو ما جيتش حد يتعلم يعني. صناعتنا دي جميلة جداً جداً يعني، إحنا الحمد لله بنشتغلوا مخنا يعني، ما فيش مهندس بيجي يشغلنا ولا حد بيجي يقول لنا اعملوا دي كده ولا اعملوا دي كده، دي شغلة رباني والشغلة دي ما تتعوضش خالص في مصر نهائي. كما كان من أهداف المبادرة بناء القدرات وتدريب المشتغلين في المؤسسات والصناعات الثقافية من خلال ورش العمل التدريبية في 5 محافظات، حيث كانت هناك حوارات ومناقشات تفاعلية لتدريب العاملين في مجال المؤسسات والصناعات الثقافية مع تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم، مما يؤهلهم للمشاركة في التنمية الثقافية في مصر. انضمت للفريق بشكل ما تقريباً من سنة علشان نشتغل على موضوع إن إحنا نقدر نقدم مجموعة من التدريبات الخاصة بصقل مهارات العاملين في الحقل الثقافي المصري من الاتجاهات الإدارية والتسويقية والمناحي التمويلية. في نقطة بالذات منتظرة واللي خلتني أجي هنا، النقطة اللي في ثالث يوم في البرنامج لما جريت إنه من ضمنها كيفية إدارة المبادرات الثقافية وكيفية تسويقها. وقد أقيم مهرجان للحرف اليدوية المصرية من أجل دعم وتشجيع مشاركة العاملين بتلك الصناعات وخلق فرص لعرض فنونهم وإبداعاتهم. محور مناقشات حول السياسة الثقافية في مصر، مناظرات ثقافية وحوار وطني جمع بين الشباب وكبار المثقفين والفنانين والمسؤولين، ناقشوا فيها العديد من الموضوعات لتقييم الوضع الثقافي الحالي والتحديات التي تواجهه من أجل صياغة مقترحات لوضع إطار للسياسة الثقافية في مصر. تضمنت المناقشات الثقافية 12 اجتماعاً دورياً، كما نظمت مكتبة الإسكندرية 4 ورش عمل لخبراء وصانعي السياسات، وورشة عمل لمناقشة الصورة النهائية للمقترح. وقد تمت مناقشة موضوعات عديدة، منها الإسكندرية ملهمة المبدعين، حلقة نقاشية متميزة عن دور الإسكندرية ومبدعيها في نهضة الثقافة المصرية في حوار مفتوح، سينما الإسكندرية المستقلة من 2005 إلى 2025، المعاهد الثقافية الأجنبية في مصر بين الإنجازات والتحديات. Today the cultural debate is about foreign cultural institutions in Egypt. Are they effective? If they are effective, in what way? Do we need more? Are they doing enough? Or no, we really don't see that they are effective. Do they have obstacles? Where can they go better? And we need your expertise. It's a debate. It's a brainstorming session. ورش عمل لمناقشة وصياغة مسودة للسياسة الثقافية المصرية، تساؤلات حول الحراك الثقافي في مصر، رؤية لسياسة ثقافية مصرية، الثقافي المتواصل قامت به مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر محافظات مصر بمشاركة المثقفين والمبدعين الشباب والمتخصصين النساء والرجال من الحضر والريف ومن الساحل
والصحراء. كل ذلك لرسم مسودة لسياسة ثقافية مصرية كخارطة طريق يتفق عليها الجميع. تقدم لصانع القرار من أجل صورة أفضل وأجمل وأكثر إبداعاً لمستقبل مشرق للثقافة في مصر.